red flowers. Good morning, guys. سميتي دنيا، عندي هاد الفيديو في انستغرام تيك توك. هذا انستغرام ديالي، تعرفت بالايثمار اند فلوجز. سو يلا في يوتيوب، كنتمنى ماي شانل تعجبكم. Don't forget to subscribe guys. الفيديو ديال اليوم غادي ندير لكم 2 days in my life vlog. عارضة صحباتي الفطور، وفي نفس الوقت غادي نوجد ريسيبيز وخصني نخرج نتسخر. اليوم قولوا لي كي جاكم، وخلوا لي في الكومنت الى عندكم اقتراحات اخرى شنو تبغوا تشوفوا. كتوني جيت لهنايا لواحد الكيساريه عندهم حوانت وكيجيبو الحاجه ديال اسبانيا. غناخد سناكس. شوفوا تبارك الله شحال الحاجات عندهم هنايا. بيت مارشميلو غادي تستون. هاي جايز، سو لقيتوني انا يلا ساليت من السوق ديال الدرادب. جيت شريت غير الحاجات هكا خفافين كنت محتاجاهم. شريت تشيز وتون مارشميلو. دابا خصني نمشي للمارجن ماركت ناخذ داكشي كامل اللي عندي في الليست. اي هاف ا لوت اوف ثينكس تو باي، حيت انا درت هاد المره درت داكشي فيري اورجنايز. درت الحاجات اللي خصني نشري والحاجات اللي خصني نصايب باش نعرف شنو غنشري. من مورا خصني نمشي ناخذ واحد الفون ديال الكيش، كومونديته من عند واحد السيده، ديجا دقته مع عند صاحبتي وعجبوني بزاف. كتشري غير الفون خاوي وانا غادي نعمرهم في الدار. صراحه غادي نصاوب كلشي هوم ميد. دابا كنشري غير داكشي اللي فيري امبورطانت باش ما نبقاش حتى لدقيقه 90 ونستريسي، حيت انا من النوع اللي كنستريسي بزاف ملي كيكون جاي عندي شي واحد. اند اي ستيل هاف تو باي سناكس اند بالونز فور اميره اللي هي بنتي. غادي نشري ليها، غنصيب ليها بيرثداي في الدار، ولكن غنديرو ديال رمضان. ما غاديش ندير زعما حفله كبيره وداكشي حتى مورا رمضان ان شاء الله. وغنديروه لها في المدرسه حيت دائما كديرو في سكول مع صحابها. سو غندير لها غير نورمال كيك، شميعات وصافي. نتمنى يكون عجبكم هذا الفلوغ، وان شاء الله الى عجبكم غندير لكم مور فلوغ. توني شويه كنستريسي حيت ما مولفاش بزاف نهضر في فيديوز. غنبقى نحط لكم مور فلوكس داي ان ماي لايف ريسيبيز، بزاف ديال الحاجات جايين والجيم. سو يا باش ما نضيعش الوقت يلا هنديكم معايا. دابا غادي نمشي نشري الحاجات اللي باقي خاصيني. سي يو جايز. Good morning guys. كي صبحتوا لاباس عليكم؟ كلشي مزيان؟ So today is day 2. البارح اخر حاجه درناها مشينا المرجان، من بعد مشيت لواحد السوق شريت الحاجات اللي كانوا خاصيني، ما قدرتش نصور. ومن بعد جيت للدار تحت كاو. اني غادي ندير ماي كويك ميك اب حيت كما شفتوا كنت so tired but no problem. عندي 5 minutes باش نوجد 5 minutes ندير فيها ميك اب ونلبس عليا ونمشي مورا ماي كيس لسكول، نجيبهم من الدار ومن بعد نعاود نخرج نمشي نشري فلاورز ونمشي نشري بالونز. That's only pink left. Let's do my makeup. عندي حبوبة هنا. This is my outfit, guys. This is my sack. And this is super casual. هذوك اللي كيكون
كانوا جايين باك مجموعين بحال هادوك الغوز. راه عطيني غوز، ما عندكش الرقم قلت لي البارح. شكرا، سلامة. هلو باك. سو انا لقيتوني رجعت، شريت فلاورز. انا غادي نوريكم شنو اخترت، ومشيت خديت بالونز. شريت هادو ريد فلاورز، وخديت هاد لايت بينك مع وايت، غادي نديرهم في واحد الفاز. وهادو غادي ندير لهم واحد ديكور زوين بزاف غادي يعجبكم. خديت انسبيريشن من بينتريست بحال دائما، انا دائما بينتريست هي اللي كتفكني. وخديت بالونز بينك، وخديت هادو الدراري كيفاش خديت البنات بينك ونسيت الدراري. وطبعا الاولاد ما غاديش يبغيو يستعملوا بينك. So yeah guys, I'm in a rush. I have to go up. I have to do my makeup to get dressed. ولكن قبل من هادشي كامل خصني نوجد الفطور قبل ما يجيو صحاباتي، وخصني ندير ديكوراسيون. ما عرفتش كيفاش غندير هادشي كامل. المهم يلا دابا نمشيو باش نوجد هادشي كامل، ونوريكم لي غوسيت، ونوريكم الديكور، ونوريكم كلشي. Stay tuned guys. See you soon. لقيتوني دابا غادي نصوب اول حاجه اللي هي الشوربه ديال العدس التركيه، تجي واعره بزاف. Let's make the recipe quick. ملعقه ديال الزنجبيل، نص ملعقه ديال البصل. هاد العدس كنت زدتو من قبل، كيعجبني ندير نص ديال الكنور، كنزيدو في الماء وعاد كنخلط. دابا غادي نصيب البيشاميل. اول حاجه كندوب الزبده. انا دابا غادي نزيد عليها الفرماج، عرفتوا ريحتها كتشهي. نزيد دابا السينش، زدت عليهم هاد الكريمه ديال الجبده وهاد الفرماج. دابا غادي نعمر الفولوفون. دابا غادي ندير سلاصوص بيشاميل هنايا. So guys saliت first recipe اللي هي فولوفون، كيجيو على هذا الشكل هذا زوينين. ندخلهم شويه الفران، كندير فوقهم فرماج. هادو هما الميني كيش مصايبين في الدار، واحد السيده كتصوبهم في الدار، كومونديتهم من عندها. طيبت هادو، ما قدرتش نصور لكم حيت مزروبه بزاف، ما عنديش الوقت. دونك انا درت لي طوماط سيريز مع موتزاريلا بالشكل هادو، وهادو الطريقه ديالهم انا غنوريها لكم دابا دغيا. ودرت هاد الكولي، ولبست هاد لي براسلي، وغادي نلبس هاد لي صندال ديال زارا حيت مرتاحين للدار. So that's my outfit for الفطور. قولوا لي كي جاتكم في الكومنتير. فينا شمعت الأميرة وعيت الأميمة، جات دارت لينا الحنة، عجبهم الحال صحباتي بزاف، و even the kids فرحوا، دوزنا ليلة واعرة. Thank you guys for watching. كنتمنى يكون عجبكم هذا الفلوج. See you in my next vlog.